أنا فاطمة النبهاني، لاعبة المنتخب العماني للتنس. الرياضة علمتني الالتزام، الانضباط، كيف أتحدى نفسي، كيف أتطور من نفسي. رياضة الركض شيء جداً أساسي ومهم للاعب التنس، لأنها تطور كثير من أدائنا في ملعب التنس. الرياضة النسائية في عمان وفي منطقتنا الفترة الأخيرة تطورت كثير، وصارت في بنات كثير تحب الرياضة، تيجي تلعب رياضة، تشارك في المنتخبات، تريد تأخذ الرياضة بشكل احترافي. فعلاً أتمنى أني أشوف مشاركة نسائية في هذا الماراثون وتكون أكثر عن السنوات الماضية. هذه راح تكون أول تجربة لي في الماراثون الموج مسقط، راح يكون تحدي كبير حالي، فأتمنى أن كلكم تيجوا تشاركوني هذه التجربة وخلنا نركض.